السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنحاول حل معادلة من درجة ثانية بطريقة جبرية وليس باستخدام المميز دلتا. نبدأ على بركة الله بأول معادلة وهي x مربع زائد x ناقص 6 يساوي 0. نستخدم متغير، المتغير نسموه إيجاك. إيجاك وش يساوي؟ أو نحط إكس بلس إكس، نستخدم متغير نحط إكس شو يساوي؟ يساوي متغير جديد هو الإيجاك ونقص منه ناقص، نقص منه هو المعامل تاع الإكس هنا. المعامل تاع الإكس مقسوم على 2، المعامل تاع الإكس هنا وش هو؟ هو 1، يعني 1/2. المعامل مقسوم على 2، هذا القانون، المعامل تاع الإكس مقسوم على 2. ونعوض بلاست إكس هي إيجاك ناقص 1/2، واش تصبح؟ إيجاك ناقص 1/2 الكل مربع زائد إيجاك ناقص 1/2 ناقص 6 يساوي 0. نقوم بتربيع طرفين، يعني هنا إيجاك متطابقة شهيرة، شيء تصبح إيجاك مربع ناقص أو زائد 1/4 ناقص 2 في إيجاك في 1/2، وتصبح 2 إيجاك زائد إيجاك ناقص 1/2 ناقص 6 يساوي 0. لدينا هنا ناقص 2 إيجاك، هنا تعطينا إيجاك فقط، ناقص إيجاك في 1/2، إيجاك في 1/2 مضروب في 2 تعطينا إيجاك. طرحنا إيجاك مع إيجاك، هنا وش تبقى لنا؟ تبقى إيجاك مربع، عدنا ناقص 1/2 الوحدة الرابعة نوحد المقامات وتصبح نحذ المقامات زائد عدنا 1/4، هنا نوحد المقامات ناقص 1/2 نضربه في 2 مش تعطينا ناقص 2 ناقص 2 وناقص 6 نوحد المقامات نضربه في 4 تعطينا ناقص 24، هنا على 4 ناقص 24 على 4 تساوي قلنا 0. نرجع إيجاك مربع تساوي، ندو هذه من الجهة منا نحسبوها، عندنا ناقص 24 ناقص 2 ناقص 26 والواحد تعطي ناقص 25/4، ندوها للجهة اللي منا تصبح 25/4 تصبح 25/4. عدنا إيجاك مربع تساوي 25/4، معناتها إيجاك شو يساوي؟ إيجاك تساوي بالزائد أو بالناقص الجذر تاع 25/4. بليس وموا زائد أو ناقص، معناتها شحال تساوي؟ 25/4 تساوي 5/2 تساوي 5/2 تساوي 5/2
الموجب او بالسالب. هنا اللي وجدنا ايك، نحوس احنا دوكا على قيمه اكس، ها وين نعوض هنا بك بقيمه ايك اللي لقينا، نعوضه بالقيمه 5 على 2 ونعوضه بالقيمه ناقص 5 على 2. اذا اشترطينا هنا اكس لما نعوضه اشترطينا معناتها اكس تساوي نعوضه بالخمسة على 2، نعوضه بالخمسة على 2 ناقص 1 على 2، 5 على 2 ناقص 1 على 2. نحسب هكذا قلنا 5 على 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 تعطينا 4 على 2 وتساوي 4 على 2 تعطينا 2. إذا إكس تساوي 2، إكس 1 نزيدوها ونحسبوا القيمة إكس 2، إكس 2 شنو نجدها؟ نعوض بالقيمة السالبة، لما نعوض بالقيمة ناقص 5 على 2، ناقص 5 على 2 ناقص 1 ناقص 6 على 2، ناقص 6 على 2 على 2، 2 تعطينا ناقص، ناقص 3. إذا نجد قيمتين لإكس. راح نحلو مثال آخر باش نتفهمو مليح الطريقة، كيفاش نفهمو الطريقة مليح مليح. أولا نزيدو نديرو مثال آخر، إكزامبل آخر، دوزيام إكزامبل، نحطو المعادلة هي 2 أو 3 إكس مربع ناقص 9 إكس زائد 6 يساوي 0. هنا قبل ما نبداو نحلو لازم نرجعو هنا المعامل، معامل تاع إكس مربع نرجعوه واحد، لازم معناتها نقسمو على 3، لازم نقسمو على 3، نقسم الأطراف على 3 واش تصبح. لازم ديما باه نطبقو الطريقة هادي، راهو إكس مربع هذا الدرجة الكبيرة هادي نرجعوه واحد، هنا هنا المعامل هذا لازم يكون واحد، ونطبقوا الطريقة بطريقة عادية كما الآن. واش تصبح المعادلة؟ نقسم على 3 تصبح إكس مربع ناقص 3 إكس، نقسم على 3 هنا 9 نقسم على 3 تعطينا 3، زائد 6 تقسيم 3 تساوي 2 تساوي 0. واش نضع؟ نضع إكس تساوي، قلنا تساوي إيك متغير جديد، متغير جديد ناقص تاع القانون ناقص واش؟ ناقص المعامل تاع الاكس، ناقص المعامل تاع الاكس، معامل تاع اكس واش هو؟ هو ناقص 3. اذا ناقص 3 وتقسيم 2، قانون 2 هي قانون، يعني المعامل اللاصق في الاكس تقسيم 2، الاثنان نعتبره هنا قانون. واش تساوي؟ تصبح ايك ما تصبح ايك زائد 3 على 2، 3 على 2. إذن راح نعوضو قيمة تاع الإكس في المعادلة، المعادلة هذه واش تصبح؟ تصبح إيك زائد 3 على 2 مربع ناقص 3 في إيك زائد 3 على 2 زائد 2 تساوي 0. إذا راح ننشرو واش تصبح؟ نصبح إيك مربع زائد 9 على 4 زائد 2 في هذا في هذا، واصبح لو حنا هنا 2 إيك في 3 على 2 لازم نضربها في 2 تصبح لنا 3 إيك، 3 إيك. وهذا دوك ننشر ناقص 3 في إيك ناقص 3 إيك، 3 ناقص 3 في 3 على 2 تصبح ناقص 9 على 2، ناقص 9 على 2 زائد 2 تساوي 0.
إذا طرحنا 3 إيجاك مع 3 إيجاك، تبقى لنا هنا تبقى لنا إيجاك مربع زائد، عدنا ناقص 9، 9 على 4 وناقص 9 على 4 وناقص 9 على 2 و2، وحدو المقامات فقط. هنا 9 على 4 نخلوها، 9 على 4، 9 على 2 نضربه في 2، ناقص ناقص، قل نضربه في 2 تصبح 18 على 4 زائد، هذه وحدة المقامات 2، ما نضربه في 2 ونقص نضربه في 4 ونقسمه على 4 تصبح 8 على 4 وتساوي 0. لدينا ناقص 18 زائد 9 تعطينا ناقص 9، ناقص 9 زائد 8 ناقص 1 على 4، ندور ناقص 1 على 4 تصبح 1 على 4، معناتها إيجاك إيجاك مربع تساوي 1 على 4. إذن إيجاك شو تساوي؟ تساوي جذر، جذر 1 على 4 أو ناقص جذر 1 على 4، معناتها إيجاك تساوي تساوي بالجذر تساوي 1 على 2، نبدأ بالناقص هو الأول، ناقص 1 على 2 أو 1 على 2. إذا إيجاك عندها قيمتين، نروح نعوضو دوكا إيجاك بقيمتها هنا إكس، واش تصبح؟ عندنا قلنا 1 على 2 و عاوني القيمة 1 على 2 وناقص 1 على 2، إذا نعوضه بالنقص 1 على 2 هي الأولى، نقص 1 على 2 زائد 3 على 2 تصبح 2 على 2 تصبح تساوي 1، إذا إكس و إكس، إذا إكس 1 إكس 1 تساوي 1 وإكس 2 إكس 2 نحسبه وش تساوي، نعوضه بلقاك إيجاك قلنا تساوي 1 على 2 وناقص 1 على 2، نعوض إذا دوكا بواحد على 2 وش تصبح؟ لما نعوض بواحد على 2، 1 على 2 زائد 3 على 2، 1 زائد 3 تساوي 4، 4 على 2 تساوي 2. إذا حلول المعادلة هما 1 و2. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لتحفيزنا على نشر المزيد من الفيديوهات، وفي الفيديو القادم سنضع حل معادلة من درجة ثالثة، معادلة من درجة ثالثة ونحولها لمعادلة من درجة ثانية ونحلوها بكل سهولة. نصل الآن إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.